شو صاير معك انت؟ والله جسمي كله بنزين وحاسس ريحتي طلعت. يا عين طلعت البنزينات ببلاش، هلا فيك تمشي كم يوم بدون ما تدفع ولا ليره. بلا هلا غلاصتك، دير بالك على حالك احسن ما نخليك تمشي ما تعرف الاول من اندري. الاندري؟ ايه شبك. انا ريه اسمه يا ابني، انا ريه. عجبتكم ولدني انت وياه؟ هذا الواطي باشا كان مستقصد عاكف وعم يحاول يستفزه لحتى يغلط. التافه كان في شي براسه بس ما عرفت شو هو. عطول في شي براسه اساسا، واليوم بعد ما استلم القياده اخذ راحته. سألوني لإلي، أول ما شاف الكاميرات حسيت تحولت العملية لبرنامج تلفزيوني. الله ستر لو احترقت الكازية شو كان صار يطلع قدام عدسات الكاميرات، كانت النار رح تأكلنا أكل. مستحيلة ستكون النتيجة إيجابية دائما، أليس كذلك؟ ليك الحق معك، إن شاء الله لفة هلأ مو ناقصنا، يعني مو ناقصنا نفضح قدام الكاميرات هلأ ماشي؟ العمليات الخاصة مؤلفة من الناس المميزين. لا تأكل هم، هلأ أنا ناطر الكاميرات بس ليروحوا. وإلي في خانم واحدة من الشخصيات المميزة. ليش أخي؟ شباب حابين يربوا باشا بس ما بدهم هالشي يبين قدام الكاميرات. تسجل اخي، تسجل كل شي، ما يخلي معلمي صالح كمان يتفرج. ايه لك لو كان معلمي صالح ما كان هاد التافه يقدر يرفع راسه. ليكو يا جماعه نحن فرقه واحده. بس اخي مو انت اللي قنصته للزلمه من بين الكل؟ حلال عليك والله. صدقني والله ما بعرف، الله وفقني فيها. ايه والله. هلا اخي انت كنت انصب بايده ولا قوصت هيك وين ما اجت تجي؟ ما هو هذا السؤال؟ تعرفوا هاد التافه لازم يقوم يدعي له العاكف، لانه لولا يعني كنا تبهدلنا هلا. ولو هذا واجبي. ولو اخي هذا يعطيكم العافيه. شكرا للوقت اللي اعطيتونا اياه. اخي هلا هذا شو مشكلته يعني؟ خلص بعدين بحكي لك، ليجي وقتها اكيد رح تعرف كل شيء. خلينا نجمع كم ليره لهالدرويش اللي كان هون ونبعتهم لعيته، باين وضعه صعب. هاي هدول مني.